بعد كده رحت بقى الطريق اتجاه تاني خالص، جيت بقى في مصر رجعت للاهلي بقى يعني، لسه بقى هتبدا مشوارك مع الاهلي يعني. رجعت الاهلي، بس كان بقى في حاجات كانت صعبه جدا اللي هي اللي هي قابلني، اللي انا الحمد لله كنت هناك منتخب اللي هو المنتخب اللي كان بيعمله منتخب كاس العالم، فانا كنت من منتخب افريقيا كنت موجود، اللي هم بيعملوا بقى احسن باك رايت احسن باك ليفت، فانا كنت موجود في الارجنتين مع التاخد اللي هو من الناس الموجوده، حتى كان هناك بتاع الارجنتين مسميني ابو، فهو حتى انا بعد كده في التيشيرت بتاعي بقيت اكتب ابو حتى في فرنسا. فاتخذت هناك، فجالي عروض، جالي ناس كتير جدا، حتى كابتن شو كان موجود معايا قال لي بتاع فاينورد لسه مكلمني عليه، يعني لسه كان هولندي فاينورد الهولندي كان هو الموجود، كان قوي جدا كان داخل بقوه. وبعد كده كان نادي نانت اللي هو فيه مصطفى محمد، وبعد كده الثالث كان ستراسبورغ، فقال لي ده دول ثلاثه موجودين بس اسعارهم عاليه جدا، يعني عندهم المقادير اللي هم يدفعوا، والنادي الاخير اللي هو شارلروا بلجيكي يعني مادياته قليله شويه فهيبقى السعر عالي يعني. فرجعت هنا، حتى كان بتوع نانت بتوع فاينورد جاوا معايا، وحتى مدير التنفيذي كلمني ووديته لكابتن عادل قرع الفيلا بتاعته، قلت له يا كابتن عادل الناس ايه، فكابتن عادل قال لي احمد خلاص مش انت، فانا طبعا قلت له مالكش دعوه انت ما تخليني قاعد يا كابتن عادل، عايز اشوف الموضوع ايه بالظبط. فقال لي انت عايز تمشي، ما كنتش لسه لعبت خالص في الاهلي، كنت لعبت ولا لبست فانيلا حتى، فقال لي انت عايز تمشي، قلت له قال لي انت احسن لعيب في كاس العالم موجود والعروض دي كلها وانت مستقبل بتاع النادي وانت ما لبستش فانيلا، انت عايز الجماهير تموتنا فما ينفعش. فقلت له خلاص، طلب منهم مليون ونص يورو، فمليون ونص يورو دي في التوقيت ده صعب، صعب جدا، انت اكتر واحد في افريقيا لما بيقولوا مثلا هو نجم العالم بيدفع له 200000 دولار 300000 دولار يعني، هم بيقولوا هو ده اعلى حاجه، فمليون ونص دي، فالراجل قال لي احمد انت مش هتمشي، كلمني بعديها قال لي انت مش هتمشي، الراجل طالب مليون ونص ومحدش هيدفع لك المبلغ ده خالص في اوروبا كلها. فقعدت الحمد لله بقى، قعدت الفتره دي مع النادي الاهلي، ابتديت اشتغل بشكل كويس، كان مستر مانويل جوزيه اول سنه لعبنا هاف ليفت، حتى لعبت ريال مدريد، مرحوم عبد الوهاب بقى كان موجود وجلبرتو، لا عبد الوهاب جه بالاخر يعني، كنا الاول كنت انا موجود، انا جيت طبعا يا دكتور على اقول لك نجوم العالم كلها في الناحيه الشمال، جيت لقيت اول واحد لقيت ياسر ريان، فياسر ريان كان عامل اصابه طبعا نجم كبير، راح كان لسه بيتاهل بيرجع، لقيت سعيد عبد العزيز سعيد، فانا جيت لعبت، فسعيد السنه اللي بعدها راح ماشي، راحوا جايبين محمد عبد الوهاب، جلبرتو جيلبرتو جه، كنت انا بلعب هاف ليه، هو بيلعب هاف ليفت وانا بلعب باك ليفت، لما حصل لي رباط صليبي راح ابتدى يلعب في الحته دي، فاتالق بشكل كبير، بقيت اخد على فترات. فحتى من ضمن الحاجات اللي ما انساهاش، اللي انا حتى وانا بعمل رباط صليبي كان كابتن ثابت البطل موجود الله يرحمه، وكان جاي لي الله يرحمه طبعا، وكان جاي لي ستراسبورغ، النادي عرض اللي هو يعمل لي عمليه وانا مصاب واتاهل لك وامشي وانا هناك، يعني على القناعه اللي موجوده فيها بثقه كبيره، اللي هو كاس العالم بعد كاس العالم بالذات، ما بقول لحضرتك دي يا دكتور السكاوتنج اللي هناك 3 4، عرفت بعد كده لما رحت هناك ال 3 4 كاتبين نفس التقرير، اللي اللعيب ده قوي جدا وهينفعنا، والمدير الفني اللي كان موجود بالصدفه يعني الموجود اللي هو كريمبو اللي هو موجود دلوقتي اللي هو بتاع نانت، هو ده اللي كان عايزني في ستراسبورغ. وعشان كده اقول يا كابتن احمد لولادنا الناشئين، العب وخلي حلمك الوصول لكاس العالم، الناس كلها بتتفرج عليك، باترينا كل الناس بتتفرج عليك، بس وخلي ده ده البورصه زي ما انت كمان بتقول، هو ده سن الاحتراف اللي هو من اول 17 18 19، حتى النادي اللي بياخدك بيستثمر فيك. ايوه، فهو ياخدك دلوقتي، انا طلعت صغير، طلعت كبير 25 سنه، انا طلعت 25 سنه، 25 سنه 5 سنين خلاص هبطل كوره في السن بتاعنا ايه. فجالي نانت دوت، الجالب اللي هيشتريني نانت، ستراسبورج اصلا عرض، وكابتن سابق عدى يعني كابتن ثابت البطل قال لي كلمه عمر ما انساها طبعا، من احسن الشخصيات اللي اتعاملت معاها، الله يرحمه، الله يرحمه، حاجه بن ثابت كان شخصيه عظيمه، تاني حاجه كلمته واحده عظيمة، كلمته واحده انت احمد هتمشي في كذا، هتمشي كذا، قال لي احمد ترجع سليم، النادي الاهلي ما يرميش ولاده، كلمتين عايز احفظهم لحد دلوقتي، النادي الاهلي ما يرميش ولاده، ترجع تبقى زي الفل، احنا انا هسيبك تمشي، هو النادي هيساعدك ان انت تمشي. فالحمد لله رجعت، وبعديها بفتره لعبت ماتشين ثلاثه، النادي جه كان اخر ست شهور ليا في العقد بتاعي اللي هو انا مضيت من 99 مشيت 2006،